مشاهدينا الكرام، من جديد نرحب بكم في هذه الحلقة من حديث المساء، وفي المحور الثاني الذي نناقش فيه اجتماعات مجلس الوزراء. في الاجتماع الدوري يوم السبت هناك ناقش تقرير مقدم من وزارة المالية ومحافظة البنك المركزي حول إلزام جميع المحافظات بتوريد جميع الإيرادات إلى حسابات الحكومة العامة لدى البنك المركزي في عدن وفروعه في المحافظات. فإلى أي حد نستطيع القول أن الحكومة قادرة على تأمين طرق وأساليب ووسائل إيصال هذه المبالغ إلى البنك المركزي وفروعه في المحافظات وحمايتها؟ وكيف سينعكس ذلك على الوضع الاقتصادي في البلاد؟ وماذا عن إيرادات المناطق الخاضعة للحوثيين التي تسرقها هذه الميليشيات؟ أناقش هذا الموضوع مع ضيفي في الاستوديو الدكتور محمد الفقيه، المدير التنفيذي للمركز العربي للدراسات الاستراتيجية. دكتور أهلا بك مجددا. برأيك يعني هل فعلا لدى الحكومة القدرة على توفير وسائل وأساليب آمنة وإلزام أيضا إيرادات المحافظات المحررة أولا بإيصال هذه المحافظات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي؟ في الحقيقة هو طبعا الموارد هي تورد لحسابات البنك المركزي، نعم، سواء في مأرب سواء في تعز، في كل المحافظات تورد أساسا إلى حسابات البنك المركزي في الأساس. يعني أنا المفروض تورد لا حاليا، لا هي تورد اصلا لحسابات البنك المركزي. انا مثلا اقرا في مواقع الاخبار انه محافظه مأرب لا تورد لحساب، لا بالعكس مأرب تورد الى حساب البنك المركزي بس في فرع مأرب، لانه البيان بيان الحكومه يقول في تورد لحساب البنك الحساب العام للحكومه، نعم، في عدن او في فروعه في المحافظه، نعم، وكل محافظه محرره يوجد فيها فرع البنك المركزي وتورد هذه الموارد لحسابات البنك المركزي. لا يوجد أي موارد أخرى كما سمعت في الأخبار مخزنة في فيلل ومخزنة في البيوت، وهذا كلام غير صحيح وغير، لكن يتحدث الناس أيضا عن إيرادات أصلا ما تدخلش البنك بشكل عام. يعني في هناك إيرادات، يعني أنت تتحدث مثلا عن محافظة تعز. محافظة تعز يعني المربعات الموجودة المحررة في وسط المدينة، لأنه أنت تعرف أنه جزء من محافظة تعز كبير جدا ما زال تحت سيطرة الحوثيين، وموارد الضرائب والقات والمصانع أساسا تحت سيطرة الحوثيين، وإذا أكتبت الوعاء الضريبي الأكبر في المحافظة، الوعاء الضريبي الأكبر هو أساسا في سيطرة الحوثيين. معك المربع البسيط هي المدينة أو قلب المدينة، جزء منه يتبع جهة معينة والكل يعرفها، وهي تسيطر على الضرائب وتسيطر على تضرب تفرض ما تفرضه. ما يزال هناك اختلال موجود في محافظة تعز ولا يوجد هناك أي توريد، لكن في مأرب لا، قطاع النفطي وقطاع الغاز وأيضا قطاع الضرائب طبعا في مأرب كبير جدا والآن يورد لحسابات البنك. طيب المركزي. دكتور اسمح لي أرحب ضيفي عبر الهاتف الدكتور محمد الزوبة، هو خبير اقتصادي. دكتور زوبة أهلا بك ومساء الخير. برأيك كيف سينعكس تفعيل توريد إيرادات المحافظات للحساب العام للحكومة في البنك المركزي في عدن أو فروعه في المحافظات، كيف سينعكس هذا التوريد إن تم على الملف الاقتصادي في البلد عموما وعلى العنوان الأعرض لهذا الملف وهو سعر العملة ووضع العملة اليمنية؟ هي خطوة جبارة لو استطاعت الحكومة اليمنية أن تحدد مسارب استقطاب العمله او ايرادات الدوله الموجوده الان في السوق، وخصوصا ايرادات النفط والغاز، واعتقد ان تكون هناك يعني طفره يعني ممتازه، يعني مع مرور الوقت نستطيع ان نقول انه الحكومه سوف تغطي يعني كميات كبيرة من العملات الصعبة، خصوصا تصدير النفط الخام وايضا الواردات المحلية من العملات الصعبة التي سوف تغطي هذا التصدير. بالإضافة إلى أنه أنها تتحكم الدولة يعني بالمسارب المالية والإيرادات المالية التي تتواجد داخل القطاعات الدولة بالكامل، فأنا سوف أتحكم أيضا بقدرتها الشرعية بالنسبة لليمنية، وبالتالي لا أحاول على الأقل زي ما قلت في حلقة سابقة أنه تقلل الانهيار الموجود الآن في العملة اليمنية، لأنه اللي حاصل الوديعة السعودية هي فرملت يعني الانهيار اللي حاصل في العملة اليمنية، ولن يثبت أقل حاجة على السعر الموجود الآن في السوق إلا بوجود مداخيل وإيرادات للحكومة
ثبت في يعني في البنك المركزي اليمني، ومن ثم تستطيع الدولة أن تتحكم يعني بالعملة الصعبة، والتي أنا أعتقد أنه الخطوة يجب أن تكون على مسارين. المسار الأول وهو تصدير النفط الخام وتحويله إلى الخزينة الدولة بالعملة الصعبة، ووضعها يعني كميزان للحركة التجارية في اليمن. نعم. وأيضا بالنسبة للمداخيل في الريال اليمني، وضعها يعني ضمن إطار يعني التحكم الدولة بالإمكانيات المالية أو بالعملة اليمنية في السوق، بدل من ما قامت به جماعة الحوثي. نعم. طيب اذا دكتور دكتور اسمح لي هنا اسالك نعم. طيب دكتور دكتور كان البنك المركزي قد اصدر بيان نفى فيه عن انه هناك اشاعات عن انه اصدر توجيهات بسحب عملات سابقه، وهو نفى هذا البيان جمله وتفصيلا. اقتصاديا ما هي الحالات التي تستوجب سحب العملات السابقه او التالفه، وما تاثير ذلك؟ شوفوا بالنسبه للعمله يعني هي خطوه في الطريق الصح، لانه جماعه الحوثي تقريبا هم نزلوا للسوق تقريبا حوالي 200 مليار من العمله المنهاره، واللي كان المفروض يعني تبادل المحرقه. فهي خطوه يعني ممتازه انها تجمع الكميات الفضخمه من القرطاس الذي كان يفترض انه ليس لها دور، ولكن انت كيف تقول انت تجمعها الان والحوثي هو الذي يتحكم بها يعني في مسارب خارج مسارب الدوله خارج البنك المركزي، وبالتالي انت يجب عليك انك تغطي ما يعني ما قام به الحوثي من عبث، وهذا العبث يعني سوف يكلفك يعني مليارات، يعني انت ليس لك الان قادر على انك تسحبها من السوق. ولكن هي خطوه يفترض يعني يفترض في المستقبل انه يفترض انه يتم استحداث العمله، لان اصبحت يعني عاله على العمله اليمنيه، وايضا هي سببت ايضا في تدهور يعني الريال اليمني وتضخم في السوق، يعني كميه الريال الموجوده في السوق لا يوجد له تغطيه يعني. نعم. وبالتالي الان عندما تطلع عنك فلوس جديده وتنزلها للسوق وتظل الكميات الثالثة موجودة في السوق، هذا بيسمى عملية تضخم، التضخم هذا بيأثر تأثير عكسي على قيمة الريال أو على السيولة الموجودة في السوق، أو تسمى عملية التضخم الورقي يعني في السوق. طيب. وعليه أنا أعتقد أن المستقبل يجب أن تكون في معالجة لهذا الموضوع. نعم، إذا الدكتور محمد الزوبة الخبير الاقتصادي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أعود إليك أستاذ محمد، يعني أيضا هناك جانب مهم في هذا الموضوع في الملف الاقتصادي في البلاد، وهو إيرادات المناطق الخاضعة للحوثيين، وكنت قد ضربت الحوبان والمصانع في تعز على سبيل المثال. برأيك يعني ما هو التأثير الذي يحدثه منع وصول إيرادات المناطق الخاضعة للحوثيين وثقلها في الوعاء الضريبي للحكومة بشكل عام؟ نعم. على الاقتصاد الوطني لليمن بالكامل. بالتأكيد طبعا لا يمكن يعني توجيه المناطق التي تخضع للميليشيات يعني أن تدفع الإيرادات للبنك، لأنه في الأساس هم غير محترفين في هذا يعني. لكن يمكن هناك يتم عملية ضغط دولي، يعني على سبيل المثال كان هناك تحديث حول إدارة الأمم المتحدة لميناء الحديدة، وأنا في اعتقادي الشخصي أنه كانت الحكومة يفترض أنها تضغط بشكل كبير جدا أنه هي من تدير ميناء الحديدة. أقصد أنه هناك بعض المناطق، لأنه عندما تفرض الحكومة اليمنية سيطرتها على ميناء الحديدة، مباشرة الحوثيين يقومون بعمل ميناء بري اللي حواجز برية، ويقومون بأخذ الأتاوات والضرائب. بالنهاية هي ميليشيات لا تستطيع أنك تجبرها على فعل شيء إلا بتدخل وضغوطات دولية. يفترض اليوم انه الحوثيون طبعا اذا يعني موارد الضرائب والى اخره يفترض انها تورد لحسابات الحكومه اليمنيه، لكن هذا مستحيل، شبه مستحيل حتى بضغوطة دولية. لكن كان تذكر دكتور لما بحح قاد ما يشبه الهدنة المالية، كان يتحدث عن هدنة هو كان في الجانب المالي، تحييد الجانب المالي، تحييد كان يقول حتى تسلب رواتب الموظفين يعني. وهذا كان خطأ طبعا، ليس إجراء صحيحا بقدر ما هو لحظي وقتي. يعني أنت عندما الآن توازن ما بين الحكومة الشرعية وبين ميليشيات في الأساس، لا يعني هم طبعا هم الحوثيين يعني يتحملون المسؤولية الكاملة جراء ما يحدث. نعم. وكل هذا الذي يحدث هي عبارة عن حسابة تحسب عليهم. نعم. سيحاسبون مستقبلا، سيحاسب كل أولئك الذين عملوا
يعني بفرض إتاوات وزيادة معاناة الناس، وإلى أنا أعتقد أنه هناك يعني من يرصد كل الانتهاكات الموجودة سواء في البنوك الخاصة، سواء في البنوك الحكومية، سواء في الدوائر الحكومية، سواء في دوائر الضرائب، هناك الرصد موجود. يعني أنا طبعا تواصلت مع أحد الإخوة في الشرعية وتحدث معه حول عملية الرصد لهذه الإتاوات مثلا، هل يوجد هناك جهاز رقابي من الحكومة يرصد كل هذه السرقات الموجودة؟ قال نعم، لأنه احنا عارفين انه مشرفي الحوثي عملوا العمارات والفلال سيأتي طبعا، يعني من لا شيء يعني الى كل طبعا شيء. هم مؤمنين، يعني شوف هو الحوثيون هم يداروا من الخارج، انت تعرف هذا الامر، لكن هم يعرفوا انه معركتنا المستقبلية هي معركة اقتصادية، وبالتالي يجب ان يكون لدينا سلاح ويجب لدينا مال باقتصاد حتى نتحرك مستقبلا. لكن انا اقول انه لا، سياتي الزمان وسيحاسب كل اولئك الذين، لكن بيان وزارة المالية والتقرير اللي رفعته للحكومة وايضا بيان البنك المركزي عبر محافظه، يعني اذا ما تم ايضا، يعني هل يبدو هذه المرة اكثر عمليا في هو الان في تفعيل يعني الجانب الملف الاقتصادي والاهتمام بشكل اكبر؟ لا، هو شوف الربط الاخير الذي سيحدث الان، لانه السلك العسكري هو أكثر سلك الآن يعني يستهلك الدولة، دعني أقول إنه السلك العسكري هو أكثر سلك بحكم إن إحنا في مرحلة حرب، حتى ما قبل الحرب كان يأخذ أكبر موازنة، لكن أنا أقول عمليا ربط كل الإطار العسكري وكل الموازنة العسكرية تحت إطار البنك المركزي، هذا بالنسبة لي يعتبر تقدم كبير جدا ونقلة نوعية، إنه كل التحركات المالية تحت إدارة البنك المركزي وفي تحت عيون ورقابة البنك المركزي، أنا أعتقد إنه هذا نقلة نوعية في 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 تم في هذه النقلة النوعية إن تم الاستمرار فيها. اليوم الدولار يصل إلى ما بعد 480، ويعني هل يمكن، يعني لا. أقول هل يمكن عبر هذه الإجراءات والمعالجات الاقتصادية يعني تلافي أو اللحاق ما يمكن اللحاق به من تدهور سعر العملة؟ يمكن؟ لا، هو يعني طبعا أشوف يعني هذا الإجراء الذي تقوم به الحكومة هو عبارة عن غسيل سمعة أمام المؤسسات المالية، يعني ليس إجراء فعليا، هو في إجراء فعلي لكنه أكثر منه إعلامي وغسيل سمعة للمؤسسات المالية الدولية التي تطالب الحكومة بأدوات فعلية، بحكم أنه مثلا على سبيل المثال الشركات التي تعمل في مجال النفط والغاز مثلا على سبيل المثال أنا أقول، أو المؤسسات المالية الدولية أنه يفترض بالحكومة اليمنية أن تقوم بهذا الإجراء، كانت قامت بهذا الإجراء مبكرا. واليوم طبعا المحافظات المحرره بدات باستعادتها باستعاده تصدير النفط، العمليه الانتاجيه انا اقصد اللي كانت متوقفه بدات تستعيد عافيتها، وهذا امر ايجابي، استعاده العمليات الانتاجيه من جديد انا اعتقد انه سيدفع بعمليه التوازن، يعني التضخم سيكون ليس بذاك. طيب اذا ايضا لا يمكن ايضا نناقش الوضع الاقتصادي في البلاد دون ان نتطرق الى موضوع يعني المبالغه في رواتب مسؤولي البنك المركزي مثلا، وجدنا أوراق حقيقة لم نتحقق من مدى صحتها ودقتها، نعم. ولكن عن رواتب ومكافآت وهبات تفوق ما يستلمه وزراء أو رؤساء وزارات ثلاث حكومات في أوروبا أو في أي مكان في العالم. لكن أيضا لا يمكن أيضا إغفال موضوع الفساد المستشري على كمية القرارات، دستة التعيينات، نعم. يعني كل هذا مقابل شعب يعيش حرب وجوع وأكبر أزمة إنسانية في العالم. بالنهاية يعني لا تقارن اليمن بدولة أوروبية، يعني اليمن دولة من العالم، يعني ذلك أجدى أن لا يستلم رواتب مثل أضعافهم. أنا أقول إنه ليست اليمن فقط، يعني لو فتشت في عموم المنطقة العربية تجد أنه هناك دول في الوطن العربي مستقرة لا يوجد فيها حرب، فيها فساد مستشري في المرتبات والتعيينات، لكن احنا نتحدث عن دولة تعيش حرب. نعم، احنا بالنهاية تصنف دولة فاشلة، بمعنى أنه لا يوجد يعني مصفوفة مكافحة الفساد، ولا يوجد مصفوفة كفاءات، ولا يوجد مصفوفة جودة، إحنا دولة فاشلة، يعني إحنا في مرحلة حرب، وجزء من الوظيفة العامة التي استخدمت أو أصدر فيها قرار التعيين أو إقالة، جزء منها كبير جدا قد يكون 70-80% هو عبارة عن استغلال عسكري، بمعنى أنه أنا أعين فلان من أجل أن أستقطبه إلى الصف حتى، وهي طبعا سلبية بنفس الوقت إيجابية، لكن كل القرارات التي صدرت، ولا لا أقول للكل، يعني جزء كبير من هذه القرارات كانت عبارة عن يعني استقطاب فقط، يعني عبارة عن عملية استقطاب والهدر المالي الحاصل. ولا أنت تتحدث عن تعيين وزير للزراعة وما زال وزير الدفاع لم يتم تعيينه، يعني إذا جينا سنتحدث تمام، لكن احنا نناقش الآن الملف الاقتصادي، احنا نتكلم الآن عن مبالغة، نعم، في أرقام الرواتب والمكافآت اللي يستلموها والوكلاء المعينين، ويعني لدينا فعلا يعني فساد كبير جدا في السلك السياسي موجود وفي إدارة البلد بشكل عام، لكن أنا أقول كل هذا
يجب أن سينتهي، لكن الأهم هو الجانب الأمني والجانب العسكري والجانب الآن جانب الإيرادات. بغض النظر عن بقية التفاصيل، هناك طبعا فساد مستشري، هناك محسوبيات أيضا، هناك قرارات يعني ترقى إلى مستوى فوق، لو يوجد درجة فوق السلم الفساد العالي، يعني في هناك يعني فساد مستشري في مؤسسة الحكومة ومؤسسة الرئاسة ومؤسسة رئاسة الوزراء. لكن بالمجمل والمختصر أنه أنا أقول أنه نحن بالنهاية دولة يعني من الدول الفاشلة، يعني لا نقول أنه لا، إحنا دولة يعني مقارنة بالوطن العربي ومقارنة بالدول الفاشلة في أفريقيا أيضا نفس الفكرة. يعني لا نقارن أنفسنا في أوروبا. أنا طبعا قرأت وقلت إنه محافظ البنك المركزي يستلم راتب أكثر، ما هذا طبعا غير صحيح طبعا للمعلومية، لكن لا نأتي ونقول لا يجب أن يكون محافظ البنك المركزي يعمل يعني زي ما يقول مجانا وفلان يعمل من غير راتب. أكيد ما بيشتغلش. جزء من هذه التعيينات أصلا لمواجهة العملية العسكرية في الأساس. فأنا أقول إنه صحيح هناك يوجد فساد، بس ما نركزش كل هدفنا على أساس إن إحنا ننقد اللي هو صح. اليوم البنك المركزي يخطو خطوات إيجابية. أفضل مؤسسة تعمل هي البنك المركزي، ثم الآن تليها المؤسسة العسكرية، ثم وزارة الخارجية. إحنا وجدنا الآن البنك المركزي وبدأنا في الهجوم على البنك المركزي، خلوا البنك المركزي الآن يبدأ يعمل وبعدين إن شاء الله سنتحدث حول. إذن دكتور انتهى وقت الحلقة. مدير التنفيذي للمركز العربي للدراسات الاستراتيجية محمد الفاقي كنت ضيفنا في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم أنتم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن الإصغاء والمتابعة. نلتقيكم في حلقات قادمة من حديث المساء، وإلى ذلكم الملتقى نترككم في رعاية الله، إلى اللقاء.